طبعا كثير مننا متابع اعمال الحوار الوطني خلال الايام دي، بس من متابعتي للسوشيال ميديا لاحظت انه اغلب الناس على وسائل التواصل الاجتماعي عندهم انطباع او فكره معينه عن الحوار الوطني، بمعنى انه اغلب الناس عندهم تصور ان ده حاجه معموله للنخبه او للتيارات السياسيه والاحزاب فقط، ولكن الحقيقه ان الموضوع مش كده خالص، ده مجرد جزء من اهداف الحوار الوطني، لان الحوار الوطني هو حوار وفكر وكل سؤال ممكن يخطر في عقل كل مواطن مننا. لاننا مثلا هنلاقي انه في لجان في الحوار الوطني هدفها تحل مشاكل ليها علاقه بالمواطن العادي في حياته اليوميه، زي مثلا لجنه التضخم وغلاء الاسعار، وهنلاقي لجنه ثانيه زي العداله الاجتماعيه ولجنه الزراعه والامن الغذائي ولجنه المحليات. ويعني باختصار كده الحوار الوطني حاطط مشاكل المواطن في اولوياته، والموضوع مش متعلق بس بالمشاكل السياسيه. وعشان نعرف اكتر عن الموضوع وازاي الحوار الوطني هيأثر في حياه المواطن العادي وبيحاول طبعا ان هو يحل مشاكله، هيكون معانا دلوقتي مداخله على زوم مع النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين ومقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك، بتشرف بوجودي معاكم يا فندم. واحنا اكتر، ميرسي جدا على المداخله. من وجهه نظر حضرتك، ليه شايف ان الناس دايما بتفتكر ان الحوار الوطني هو بس للاحزاب او للسياسه عامه وانه مش للمواطن العادي؟ هي الفكره لما ربنا وفقنا في شهر 9 اللي فات وتم اختيار اللجان المختلفه، احنا 19 لجنه منهم لجنه الشباب اللي انا بتشرف ان انا مقرر عنها، كان السؤال اللي احنا سالناه للامانه الفنيه واعضاء مجلس امناء هو احنا هنتكلم في ايه بالظبط؟ هل في السياسه بس، ولا هنتكلم عن فعلا المشاكل اللي بتخص كل مواطن مصري من اقتصاد، من مشاكل مجتمعيه؟ كانت الاجابه ان هم خلال الفتره اللي فاتت تم تقسيم الحوار الوطني لثلاث محاور رئيسيه. محور السياسي، فلو اي حد عايز يتحدث عن التحديات والمشاكل اللي بتواجه السياسيين في مصر هنتكلم عن كل ما يتعلق بالسياسه. وتحتيها خمس لجان مختلفه. ولو هنتكلم عن مشاكل اقتصاديه هنتكلم عن 8 لجان بتتكلم عن كل حاجه ما تخص المحور الاقتصادي. ولو في مشاكل مجتمعيه زي التعليم، الصحه، الزياده السكانيه ومنهم لجنه الشباب هنتكلم عن 6 لجان خاصه بالمشاكل المجتمعيه اللي بتخص كل مواطن مصري. فهو ده الاجابه على حضرتك، ان مش سياسه فقط، لا في كمان اقتصاد، في كمان مشاكل مجتمعيه. مظبوط. طيب بما ان حضرتك مقرر لجنه الشباب بالحوار الوطني، ايه هي اهم المقترحات اللي اتقالت تخص الشباب وخصوصا في موضوع البطاله؟ عايز اقول لحضرتك احنا خلال الفتره اللي فاتت من شهر 10 لحد اول امبارح احنا زرنا اكتر من جامعه اهليه وجامعه حكوميه وجامعه خاصه وكمان معاهد فنيه وتكنولوجيه عشان نسمع شباب الجامعات محتاجين ايه، وكمان نزلنا على القهاوي ورحنا القرى والنجوع عشان نقول لشبابنا في مراكز الشباب وفي الانديه. فاكتر من مكان بصراحه تشرفنا ان احنا زورناهم خلال الفتره اللي فاتت، وما زالت الزيارات مستمره عشان نقول سؤال مهم: انتوا محتاجين ايه من لجنه الشباب بالحوار الوطني؟ ايه المشاكل اللي انتوا بتتعرضوا ليها؟ كانت اول حاجه واول تحدي الشباب كانت بتقوله: انت عشان خاطر حضرتك تهتم بالشباب افصل وزاره الشباب عن الرياضه. فكان طموحات الشباب رايحه ان الحكومه منها وزاره الشباب والرياضه يبقى في فصل تام عنها. فلما سالناهم ليه عايزين تفصلوا وزاره الشباب عن الرياضه، كانت الاجابه ان في شباب الجامعات بيتطوع في اكتر من ملف مع مؤسسات مجتمع مدني، والمؤسسات دي تابعه لوزاره اسمها التضامن الاجتماعي. فليه ما يبقاش اسمها وزاره الشباب والتضامن الاجتماعي ما دام فيها عمليه تطوعيه؟ في شباب مثقف جدا وبيشتغل في عالم الثقافه، فليه ما يبقاش اسمها وزاره الشباب والثقافه؟ تكنولوجيا المعلومات، فليه ما يبقاش في وزاره الشباب والاتصالات؟ اللي انا عايز اقوله والشباب قالته ان الموضوع مش معتمد على الرياضه فقط لا غير، معتمد على ملفات كتيره بتخص الشباب. فكان فكر الشباب ان هو يبقى وزاره منفصله قائمه بذاتها، او يبقى مجلس قومي بيدعم كل شباب مصر. لما سالناهم بقى في التحديات اللي بيقابلوها قال لك عشان تقدر تبني سياسي وكادر شاب يقدر يخدم المجتمع سواء في المجال السياسي او المجال المجتمعي، عمرك ما هتقدر تبني الشاب ده الا لما يهتم بالدوله، تهتم بحاجه اسمها اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه. فدي على مائده لجنه الشباب في الحوار الوطني: رجوع الانتخابات، تغيير اللائحه، يبقى بدل تبقى لائحه وزير النهارده متواجد وزير بكره يغيرها. كان الشباب بتفكر في مشروع قانوني يقدم لمجلس النواب
يتم دراسته لانتخابات اتحادات الطلبه مش في الجامعات فقط، كمان للمدارس. وابتدوا يقولوا لنا ان في فصل ما بين اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه. عايز اقول لحضرتك ان اي ملف بيهم كل مواطن مصري هتلاقي الانشطه الطلابيه داخل الجامعات بتشتغل على الملفات دي. شفنا شباب بتتكلم في الصناعه، صناعه عربيات وعجل وغواصات. شفنا شباب بتتكلم عن الملف البيئي، شفنا شباب بتتكلم عن نماذج المحاكاه بمختلف انواعها. شفنا شباب بتتكلم عن رياده الاعمال وملف البطاله والتحديات اللي بيواجهوها. بس الشباب دي كلها كانت جوه الجامعه بتواجه تحديات. ايه التحديات؟ الموافقات اللي المفروض دكاتره الجامعه يدوا لهم الموافقه عشان يقدروا يكملوا في النشاط. فللاسف شباب كتير جدا بتتجه ان هي بتشتغل من ورا الجامعه. فده طبعا تحدي كبير طبعا. جدا ومشكله كبيره ان ممكن مؤسسات مجتمع مدني يعني للاسف مش عايزه تنمي من الشباب، لا ده عايزه تدي دورات تدريبيه بصوره ان هي بدل ما ينتموا للدوله المصريه، لا ده يقللوا كمان من انتمائهم للدوله المصريه. وده كان بيحصل خلال فترات فاتت، فاحنا مش عايزين نرجع للفترات دي. التوصيه الرئيسيه للشباب عدل قانون اتحادات الطلبه والانشطه الطلابيه، اهتموا بافكارنا اللي متواجده داخل الجامعات وخلي الجامعه تبقى متفاعله معانا اكتر واكتر. ده مش معناه ان في جامعات ما بتتفاعلش، انا بشكر كل الجامعات اللي مهتمه بفكره اتحاد الطلبه والانشطه الطلابيه، بس انا بقول لحضرتك احنا عندنا جامعات اهليه وحكوميه وخاصه ومعاهد، لازم ده كله يتحرك لما يبقى في مشروع قانون الشباب هي اللي هتقدمه خلال جلسات الحوار الوطني في هذا الشباب. طب النائب احمد فتحي، حضرتك بتكلمني دلوقتي بالنسبه للشباب، ايه هي المشاكل اللي بتمس حياه المواطن العادي الحوار الوطني بيحاول ان هو يحلها؟ الحاجات اللي انا يعني لما نزلنا برضو الشباب كانت بتقترح لحياه المواطن بقى ان في عندنا مشكله رئيسيه بتواجه كل الساده المواطنين، غلاء الاسعار طبعا. فكانت الشباب بتتكلم بتقول ان احنا عندنا برضو مقترحات عايزين نقدمها في اللجنه الاقتصاديه، وفي محور رئيسي متواجد على ازاي غلو الاسعار وازاي اللجنة وزمايل المحترمين سواء المقررين او المقررين المساعدين في اللجنه هيبتدوا يواجهوا ويحلوا مشكله زي دي. عشان انتوا برنامج مهتم بالترند، فالترند دلوقتي اللي موجود هو احنا كل يوم في زياده في الاسعار، سواء بقى اسعار السلع، اسعار العربيات، كل يعني كل ما يتعلق بالشراء اليومي هو في تزايد مستمر. ازاي الدوله المصريه هتطلع توصيات من خلال الحوار الوطني ترضي المواطن المصري؟ فده زمايلي في المحور ده شغالين عليه، وان شاء الله يطلعوا بتوصيات ما تقدر تقول ان احنا فعلا من خلال الحوار الوطني قدرنا نحارب مشكله غلو الاسعار. يمكن اكتر حاجه شفنا الناس بتتكلم عنها على السوشيال ميديا خاصه بالحوار الوطني هي الافراج عن المعتقلين، واللي لحد دلوقتي حصل افراج عنه عن ناس كتيره منهم فعلا بالفعل، بس برضو عايزين نعرف ايه هو الجديد. الجديد ان زميلي في لجنه العفو الرئاسي بصراحه عملوا مجهود محترم جدا خلال الفتره اللي فاتت، اشتغلوا على ان فعلا في طلبات كتيره جات لنا من الاحزاب السياسيه المختلفه ومن السياسيين ان لابد من الافراج يعني دلوقتي مش بكرة، عشان خاطر نقول ان في حوار وطني بجد. وفعلا اكتر من 1400 مواطن خرج خلال الفترة اللي فاتت، بس احنا عندنا محور رئيسي في لجنة الشباب وده هيكون مع المحور السياسي، هو فكرة التمكين السياسي للشباب. انا عايز اقول لحضرتك هو سؤال مهم، ماذا بعد ما الشباب دي خرجت؟ المجتمع المصري هيستقبلهم ازاي؟ بالزبط. هل هيقدروا يرجعوا لشغلهم ولا لا؟ اهاليهم نفسهم لازم يكونوا فخورين بيهم. طبعا اكيد في كل الاحوال هم فخورين بكل حاجه هم بيعملوها طبعا. بس السؤال دايما بنساله الشغل رقم واحد عشان يبقى في مصدر رزق داخل ليهم. ممكن يقول لك لا ده خلاص كان محبوس وايا كان عنده راي مخالف او بس المجتمع مش متقبل ده. لا طبعا لازم نشوف توصيات من خلالهم هم كمان، هم في منهم طبعا شرفونا في الجلسه الافتتاحيه وكانوا كلهم بيتحدثوا عن بقيه زمايلهم ان هم لازم يخرجوا، وده احنا بنشتغل على توصيات هامه اللي هي تقدر تخدم الملف ده عشان فعلا الفتره الجايه لو حد عايز يوضح ويقول رايه اهلا وسهلا ما فيش اي مشكله قول رايك، بس الفكر كله بدل ما الناس ممكن تقول ارائها واهلا وسهلا بكل اراء. يعني مثلا احنا في تنسيقيه شباب الاحزاب السياسيين عندنا اكثر يمين لاكثر يسار وكلنا متواجدين وبنقعد على مائده واحده عشان نقدر نطلع بمشروع قانون يخدم كل الساده المواطنين خلال الفتره اللي فاتت وخلال الفتره الجايه. ده اللي بيحصل من خلال التنسيقيه. طيب خارج التنسيقية هناك الكثير والكثير من شبابنا عنده أفكار تانية وعنده تطلعات تانية،
مش شرط تكون متفقه مع افكار الدوله. فخامه الرئيس كان بيقول ان الاختلاف للراي لا يفسد الوطن قضيه طبعا. فهو حتى في خامه الرئيس بيقول في اختلاف في الراي، فاهلا وسهلا بكل الاراء. لما دام القصه ان في شباب بتتكلم عن اراء مختلفه، احنا لازم سواء في لجنه الشباب او في اللجان الثانيه نسمع ارائهم المختلفه دي. امال ليه اسمه حوار وطني؟ بس المشكله بقى مش في الحوار الوطني والتوصيل، الفكره في التطبيق ما بعد الحوار الوطني. ده مهم جدا وهيحصل كمان الفتره الجايه ان شاء الله، ان يبقى في كيان محترم يستقبل كل الشباب دي كلها، يتم تدريبهم على اعلى مستوى كمان باختلافات ارائهم، نسمع اختلافات ارائهم كمان. اللي اكتر من ده يبقى فيهم يوم تمكين سياسي هم كمان، هو وده واحد رايه سياسي، هل ممكن يقدر ينزل انتخابات محليات، يقدر ينزل انتخابات شعب ونواب او شيوخ خلال السنتين الجايين ولا لا؟ دي كلها اسئله مطروحه عندنا في لجنه الشباب وايضا مع المحور السياسي، عشان يبقى فعلا في تمكين حقيقي للشباب اللي خرج خلال الفتره اللي فاتت. نائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، بشكر حضرتك جدا على المداخله. شكرا جزيلا. شكرا، تحياتي.